الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع في برنامجكم العهد، ولازلنا في الكلام عن أحكام صلاة الجمعة. بعد الفاصل نكمل ما تبقى من كلام عن الآيات التي تكلم الله عنها عن يوم الجمعة. يقول الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اترك كل ما في يدك واسعى إلى ذكر الله. انتهى الآن وقت الوجوب، من بعد طلوع الشمس هو وقت استحباب تذهب، فإذا ذهبت الساعة الأولى كما ذكرنا في الحلقة الماضية كأنك قربت بدنه، وهكذا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معنى ذروا يعني اتركوا البيع. لكن لو أن إنسانا لم يمتثل لهذا الأمر وباع، كثير من أهل العلم يقولون بيعه باطل، يعني يجب أن يفسخ البيع، يرجع المشتري البضاعة والبائع يرجع المبلغ. هذا حكم البيع. حكم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة باطل، وذروا البيع، فلو تم بطل، فيجب على المشتري أن يرجع البضاعة والبائع أن يعطي هذا المال، يفسخ. وذروا البيع ذلكم خير لكم، هذا هو الخير، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنت تعلم في الأجور العظيمة، إن كنت تعلم ما في صلاة الجمعة فتترك البيع ثم تنصرف إلى صلاة الجمعة. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام استأثر السجن الضيق، قال السجن أحب إلي بعد الفتن التي حصلت له، فعوضه الله أن كان وزيرا والله سبحانه أعطاه الأرض الواسعة. وسليمان عليه الصلاة والسلام عندما أشغلته الخيل عن الصلاة عقرها، عوضه الله بالريح. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما تركوا أموالهم وديارهم عوضهم الله بالفتوحات، تركوا مكة فعوضهم الله سبحانه وتعالى بالفتوحات العظيمة. إذن قول الله سبحانه وتعالى: وذروا البيع ذلكم خير لكم، هذا دليل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة، انتهت الصلاة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتهت الصلاة، ارجع إلى دنياك، لا إشكال في ذلك، لكن لا تلهيك، فإن الله قال بعدها: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ألهاكم التكاثر. الهاء يعني الإشغال، في فرق بين السعي للشيء وفي فرق بين الهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالانتشار والسعي، لكن هم هم الآخرة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا تذكر أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن لعلكم في القرآن تأتي بمعنى لكي، هذا الغالب، لكي تفلح، تنجح، تنجح في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآيات: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه الآية لها سبب نزول، وهذه الآية تتكلم عن خطبة الجمعة. ما سبب نزولها؟ بعد الفاصل نذكره. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فمرت عير في المدينة، العير الإبل المحملة بالبضائع، فتركه الناس ولم يبق معه إلا 12 رجلا، لا شك أن منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة، لكن الله سبحانه وتعالى أدبهم. ثم أنزلت هذه الآية بعدها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيش؟ قائما. هذا دليل أن خطبة الجمعة أن الخطيب يكون قائم وهو أدعى للخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ويجلس ما بين الخطبتين، وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، يعني يعلو صوته ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. والأصل في خطبة الجمعة الوعظ. ما معنى الوعظ؟ أمر ونهي مقرون بترغيب وترهيب، تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بالصيام، وتحثهم على الخير وتنهاهم عن هذا وتحذرهم من عاقبة هذا فعل هذا النهي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. ما عند الله خير سبحانه وتعالى، والله خير الرازقين، من أسمائه الرزاق الوهاب الغني الكريم إلى آخره، من أسماء التي تدل على العطاء. نختم هذه الحلقة في مستحبات تستحب لكل مسلم أن يفعلها في يوم الجمعة. ويوم الجمعة يبدأ من غروب شمس الخميس، يعني هذا يوم الخميس غربت الشمس دخلت ليلة الجمعة. عند العرب الليلة تسبق اليوم، فليلة الجمعة قبلها يعني. فيستحب له الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي. يستحب له أن يقرأ سورة الكهف فتكون له نور يوم القيامة ما بين قدمه إلى عنان السماء. وما معنى سورة الكهف؟ لماذا لم تقرأ غيرها من الصور؟ لأن سورة الكهف تتكلم عن الفتن التي تعترض للمسلم، فكل جمعة يقرأ هذه الفتن فيتحصن من الفتن. فتنة المال، واضرب لهم مثلا الرجلين أصحاب الجنة، وفتنة الذين اعتزلوا الفتية إلى آخره، وفتنة الملك ذو القرنين. وأيضا يستحب للمسلم في يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن يوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها، وأرجح الأقوال فيها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر إلى المغرب. وكما قلنا الساعة عند العرب والساعة في النصوص الشرعية ليست هي 60 دقيقة، لا، هي جزء من الوقت. نبينا عليه الصلاة والسلام قال التمسوها آخر ساعة من يوم الجمعة. إذن بعد يوم الجمعة بعد صلاة العصر أكثر من الدعاء، وأكد هذا الدعاء قبل غروب شمس يوم الجمعة، فهذا وقت عظيم جدا. لا أنسى موقف في إحدى البلدان، أتيت للمسجد يوم الجمعة قبل صلاة المغرب بساعة لربع، فوجدت 5 صفوف ممتلئة، والله أنهم جالسين يدعون الله سبحانه وتعالى. يعني هذا منظر لا شك أنه يفرح ويشرح الصدر. يعني هذه بشكل عام أحكام الجمعة، وأحكام متعلقة في الخطبة، والأحكام متعلقة في صلاة الجمعة. يعني لعلنا ونرجو الله سبحانه وتعالى نكون وفقنا في بيان أحكام صلاة الجمعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.